شكرا يا صلاح، هات لي كوبايه ميه بقى عشان هموت من العطش. حاضر يا كامل. انا مش عارف سمعت كلامك ازاي، عياده في الدور العاشر ومفيش اسانسير وعماره ما فيهاش بواب، ايه اللي ممكن يكون اسوأ من كده؟ لا على فكره في اسوأ من كده، وانا جاي لك المحفظه بتاعتي اتسرقت في الاتوبيس، قمت رحت اعمل بلاغ في الاسم، قام الموبايل اتسرق في الاسم. ايوه خلاص يا كامل، خلاص انا عارف ان انت نحس، عشان كده انا اخترتك تشاركني في العياده عشان اكسر نحسك. انا مش نحس يا صلاح، انا مش نحس. خلاص انا بس حظي وحش شويه. انت فعلا حظك وحش شويتين، المويه مقطوعه. كامل، ايه رايك في الشقه؟ هايله مش كده؟ تحفه، بس هي مشكلتها ان الحيطان مش مط اليومين دول. يعني حلوه ولا وحشه؟ ما تنفعش، ما تصلحش، مش ممكن ابدا يا صلاح. كامل انا فاهمك كويس، انت جالك عقد عمل وعشان ترضي ضميرك عايز تفهمني ان الشقه وحشه، صح؟ صلاح انا دكتور نفساني وانت دكتور امراض نساء وولاده، يعني مستحيل يبقى حلم حياتي اني افتح عياده معاك، ولما جيت وشفت الخرابه دي اتاكدت انها فكره فاشله. كامل صدقني احنا بنكمل بعض. بنكمل بعض ازاي يا صلاح؟ انت عارف ايه العلاقه الوحيده بين تخصصي وتخصصك؟ ان انا ساعات بيجي لي مرضى بالوهم فاكرين انهم حامل. وبتعرف ازاي انهم مش حامل فعلا؟ لانهم بيبقوا رجاله يا صلاح. بس برضه ما تقدرش تنكر ان معظم الستات الحوامل بيجي لهم حاله اكتئاب ويبقوا عايزين دكتور نفساني يعالجهم. فاتتني دي. شفت بقى؟ وبكده بقى تبقى انت دكتور بتتابع الستات الحوامل وانا بعالجهم من الاكتئاب. صح. يبقى ناقصنا بقى مزين يطهر العيال ويبقى عندنا خط انتاج. ايوه ونبقى اغنيه بقى. انت بتهرج يا كامل، صح؟ صح. كامل انا مش هقدر ادفع ايجار الشقه ولا اشطبها لوحدي، انا محتاج لك معايا. معلش يا صلاح، اكيد هتلاقي حد احسن مني. انا مش عايز حد احسن منك. انا امبارح عملت استخاره ولقيت ان انا عاوزك انت. كل شيء نصيب يا صلاح، والمهم ان احنا هنفضل اصحاب. انا كنت اتمنى ان احنا نكون اكتر من اصحاب. معلش يا صلاح، انا لازم اسافر. كامل انا هستناك يا كامل، هستناك طول العمر، ما تسيبنيش يا كامل. انت محتاج تتجوز يا صلاح. ولا يهمك يا دكتوره، ده انت تحمد ربنا ان الدكتور كامل ده مشي، ده ادم ومحني. بس انا ما اقدرش ادفع 3000 جنيه ايجار الشقه دي لوحدي يا بكر، غير انها محتاجه شغل زي ما انت شايف. ما حدش قال ان انت هتدفع حاجه من جيبك. بعون الله انا جبت لك شريك. شريك؟ شريكه. شريكه؟ واحده ست؟ زي القمر، حلوه وصغيره وبت ناس. وفي حاجه تانيه؟ دكتوره زايد. معقوله؟ اه والله، انا اول ما شفتها قلت هي بس اللي هتنفعك. طب اهم حاجه اخلاقها، يعني اخلاقها عامله ازاي؟ 10 على 10. طب وصف لي شكلها، شعرها ناعم؟ حرير يا دكتور، حرير وبيضه كده، بيضه وطويله وممشوقه القوام. وانا اللي كنت زعلان الدكتور كامل مشي، بيروح في داهيه. خطيبها معاه ماليه كويسه قوي. خطيبها؟ اه خطيبها. ايه ده؟ دي جت اهي. الحمد لله على السلامه يا دكتور، عنك الموبايل. اعرفك بنفسي الدكتور. لا ما تاخرتش ولا حاجه. موبايل بقمرتين. يعني ايه؟ يعني صورك من وشك ومن قفاك. وبعدين لسه ما شفتش اي حاجه في العياده لاني لسه واصله. يعني ايه بنهج ليه؟ بنهج لاني طالع 10 ادوار على رجلي. تقدر انت تطلع 10 ادوار على رجلك وما تنهكش؟ ها؟ تقدر؟ تقدر؟ ايه القفل ده؟ اهلا يا دكتوره هدى. هدى انا محتاجه كوبايه ميه من فضلك. حاضر. انت اتجننت يا بكر؟ جايب لي عياده في الدور العاشر في عماره ملهاش بواب وكمان اسانسيرها عطلان؟ في الدنيا اوحش من كده يا بكر؟ الميه مالها؟ ما هو هجيبها لحضرتك، بس انا كنت عايز اعرف نفسي الاول. ثانيه واحده. الو، خلاص مش زعلان. اوكي يلا باي باي. فين المايه؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة حضرتك. هي دي العيادة اللي أنا هجيب حاجتي وأفرشها وأشتغل تاني يوم؟ دي محتاجة لها ولا شهر توضيب يا بكر. كوباية المايه. ميرسي. أولاً هي لا محتاجة توضيب ولا تشطيب، إحنا هنجيب واحد يديها وشين والواحد ده هو أنا. ثانياً إيه دي؟ كوباية مايه. دي فاضية.
ما انا حاولت افهم حضرتك ان المايه مقطوعه وانت ما ادتنيش فرصه، كل شويه كان بيجي لك موبايل وبتاع، وانا كنت عايز افهمك يعني ان انا عايزه. انت بتبصي لي كده ليه؟ انت مين؟ ايوه هو ده السؤال اللي انا مستنيه من زمان. انا حضرتك ثانيه واحده. مش معنى ان انت جايب لي الموبايل انك تزهقني في عيشتي بالشكل ده. انا في الزفت العياده ولعلمك حلوه قوي وعجباني جدا وهاخدها، لان دي حياتي، وان كان عاجبك لو مش عاجبك ننفصل. لعلمك بقى كمان انا مش لوحدي، انا معايا بكر واحد تاني غريب قوي. مش فارقه معاك؟ انا بقى فارقه معايا. بص يا عماد، من اللحظه دي انت مش خطيبي. دبلتك عارف فين؟ في الزباله. عارف الزباله؟ ابقى خد دبلتك منها. خلاص، ما قداميش حل تاني، مضطر اخد العياده، هشطبها على ذوقي، واي حد فيكم هيفتح بقه هيشوف هيحصل له ايه. انا معاك يا دكتوره، انا لسه مشطب مش رايح الزنه. اوكي اوكي، ابقى ابعت لي حد علشان يشيل المعدات بتاعتي ويحطها هنا في العياده. اوكي. وبعدين انا لسه ما اتعرفتش على دكتور النساء اللي هيشاركني في المكان ده. ثانيه واحده من فضلك. الو. نعم. خلاص اوكي. لا خلاص سامحتك، صدقني والله سامحتك، وانا كمان. اوكي، باي باي. نقول مبروك على ايه؟ على عياده. يا بكر، انا لسه لا عرفت هدفع كام في العياده دي، ولا اتعرفت على دكتور النساء اللي هيشاركني. ما انا عايز اقول لحضرتك، عموما كل ده كلام مش مهم ابدا، انا خلاص قررت ان انا هاخد العياده. ثانيه واحده. لا 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 لا، ده انت كده عدو نفسك. ايوه يا عماد، في ايه تاني؟ ايه يا عم سنترال العتب اللي احنا فيه ده؟ من فضلك. ميرسي قوي. اخيرا يا عماد يا حبيبي صلحوا الاسانسير. ايه يا حبيبي؟ لا مش سامعاك. الو الو، الصوت بيقطع يا عماد. الو. الدور الكام؟ العاشر. كامل. كامل درويش. منى عبد الرحمن. هدى. هدى عبد الرحمن. هدى السيد. هدى السيد عبد الرحمن. مفيش اي حد في عيلتنا اسمه عبد الرحمن. هدى السيد طبعا. بس انت اتغيرتي كتير جدا، يعني التقويم اللي كان في سنانك النمش اتغيرتي كتير جدا، سبحان الله. انت كمان اتغيرت قوي، تلاقي ولادك كبار قوي دلوقتي، عندهم كام سنة؟ انا مش مخلف. طلعت ما بتخلفش. انا مش متجوز. مفيش ولا واحدة طاقت تتجوزك. لا انا اتجوزت مرتين وبعد كده اتطلقت. ولا واحدة فيهم طاقت تكمل معاك. الاسانسير ده بطيء قوي. وانتي؟ انا انا مخطوبه وبحب خطيبي جدا، وهو بيموت فيا بيموت فيا، انت مش متخيل. تخيل جاب لي الموبايل ده هديه قريب جدا. عموما مش موضوعنا، انت بقى بتشتغلي ايه؟ انا دكتوره سنان. بس اوعى تفتكر ان انا اخترت المجال ده لاي حاجه ليها علاقه بيك ولا كده ولا كده يعني. ها لا يا شيخه، انت لسه فاكره الحاجات اللي حصلت بينا زمان دي؟ ده احنا كنا لسه صغيرين. فاكره؟ لا خالص، انا مش فاكره اي حاجه، ده انا نسيت الموضوع ونسيتك. انا اصلا مش فاهمه انا ازاي افتكرتك من اساسه يعني. صدق يا بكر. ايه يا دكتور؟ عمري ما كنت اتخيل الدكتوره هدى لما تجدد العياده هتبقى حلوه كده. ايه ده؟ ده جد؟ يا ترى مزاجها عامل ايه النهارده؟ زي الفل دكتور. مش قلت لك زي الفل؟ صلاح. صلاح كامل؟ ايه النظافه دي؟ ايه رايك في ذوق شريكتي؟ انت تعرف هدى عبد الرحمن؟ هدى السيد. هدى السيد دي شريكتك؟ ايوه هدى السيد هي شريكتي في العياده. المفروض ان انا اللي كنت هشاركك في العياده دي يا صلاح. ايوه صح، بس متهيألي كده حصلت مشكله. ايه يا ابو صلاح؟ ايه يا ابو صلاح؟ انت رفضت تشاركني يا كامل. ورجعت في كلامي يا اخي. عقد العمل بتاعي باظ، والراجل اللي كان هيسفرني طلع نصاب. يعني ما قداميش حل تاني غير ان اشتغل في العياده الحلوه دي. كامل انا اسف، انت اتاخرت. انا خلاص اتفقت معاه. قول كده بقى، قول ان كل كلامك عن صداقتنا وعن احلامنا المشتركه اتبخر في الهوا اول لما لقيت اللي هتشاركك واحده ست. صح، بس في مشكله واحده، طلعت مخطوبه. طيب يا صلاح، اهو تاهت ولقيناها طلعت مخطوبه. ده غير انها دكتوره سنان وانت دكتور امراض نساء وولاده، يعني مفيش اي علاقه بين تخصصك وتخصصها. بس انا ما اقدرش اقول لها امشي. صلاح اللي انا اعرفه يقدر. خلاص هات صلاح اللي انت تعرفه قول لها. فاكر يا صلاح لما قلت لي ان احنا عايزين نبقى اكتر من اصحاب؟ انا قلت كده؟ ايوه.
طب خلاص يا كامل، انا هقول لها امري لله عشان خاطر الصداقه اللي بينا. يا دكتور كامل، ايه الاخبار؟ زي الزفت. لمع لي المكتب وطلع لي الحاجات من الكراتين. حاضر. ايه ده دكتور صلاح؟ انا اسفه جدا والله العظيم افتكرتك بكر. لا ولا يهمك، بس مش مشكله برضو، ممكن تساعدني وتطلع معايا الحاجات من الكراتين؟ اه طبعا. هي فيها ايه الحاجات دي؟ دي فيها كل الحاجات اللي هحتاجها في العياده. خليها زي ما هي في الكراتين. نعم. إيه اصل الكراتين دي جميله جدا، دي يمكن تكون احلى كراتين شفتها في حياتي. خلاص يا دكتور، اوعدك اول ما افضي حاجتي من الكراتين هديها لك. اوعي تعملي كده، احتفظي بالكراتين. ها ها. ها عملت ايه؟ اتفقت معاها؟ ايوه. ازاي؟ بطريقه غير مباشره. تبقى خوف تكلمها يا صلاح. خاف يكلم مين في ايه لا مؤاخذه؟ اصل الدكتور كام رجع في كلامه بكره وهيشاركنا في العياده، وبكده مش محتاجين دكتوره هدى. طب ويعني؟ ما العياده فيها تلات اوض فاضيين، خليها تشارككوا، وبدل الايجار ما يبقى على اتنين يبقى على ثلاثه. فكره هايله يا بكر، انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. كلام فارغ. انا وافقت بالعافيه اني اشاركك في العياده، ومستحيل اوافق ان يبقى في شريك تالت. صح. ايه الكلام الفارغ ده يا بكر؟ دي كده تبقى مستشفى مش عياده خاصه. ويعني اما تبقى مستشفى خاصه واللي يشتغل فيكو يعمل برمجندا للتاني؟ كلام سليم، والدكاتره هما اللي بيشغلوا بعض. اللي ليهم علاقه بتخصصات بعض يا صلاح، انما احنا كده هنبقى في سوق دكاتره نفسيين على نساء ولاده على اسنان. مظبوط برضو، وكده العمليه هتبقى سلطه. فكر في مصلحتك يا دكتور، زباين الانسه هدى عيبهم الانسات والمدامات. كلام رخيص، ما تخليهوش يأثر عليك يا صلاح. واكيد هيبقوا حاجات مش عايز اقول لك. ما ينفعش نبقى تلاتة في عيادة واحدة. وبص هتلاقيهم بقى متين قشطة. انا ماشي. طيب. وعمرك ما هتشوف وشي تاني. ليه يا كامل؟ طب ابقى تعالى بقى. ماشي يا صلاح، بس خليك فاكر انك انت اللي بعت. هفتكر هفتكر. عموما يا صلاح احنا عشره طويله، وده يحتم عليا ان انا ادي لك فرصه تانية. ايه ده؟ ايه الناس اللي بتروح وترجع في نفس الوقت ده؟ مش فاهم. هدى كانت جارتي من 15 سنه تقريبا. انا كنت في الكليه وهي كانت في ثانويه عامه. يعني حصل ما بيننا علاقه كده استمرت لها شهرين ثلاثه، وبعدين ما حصلش نصيب. علاقه؟ وهي عارفه الكلام ده؟ قصدي طبعا هي عارفه الكلام ده، يعني قصدي ما حصلش ازاي نصيب؟ يعني نصيب كان فين؟ مش وقته ولا مكانه يا صلاح، ولا انا فاكر اصلا. المشكله ان هي اللي فاكره، انت عارف الستات ما بينسوش طلقهم. انا طبعا ما اعرفش الستات، لكن اقدر افهم من كلامك ان انت اللي سبتها كامل. ايوه يا صلاح، انت اللي سبتها كامل. ايوه وش 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 وش. انا مش قادر اصدق الموضوع ده. انت اللي سبتها؟ يعني انت سبتها هي؟ هو اللي سابها. يعني غلطان والله يا كامل. عملت ايه في الكراتين؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انت اللي بتعملي ايه هنا؟ المفروض ان العياده دي بتاعتي انا وصلاح. جيت انت النهارده فجاه كده مش عارف طلعتي لي منين؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك ايه؟ مفيش داعي للتجاوزات. لا ده انت جريء قوي. دخل ورايا عيادتي وتقول لي انها المفروض انها كانت تبقى بتاعتك. ايه تاني كان المفروض يبقى بتاعك؟ البلوزه اللي انا لابساها دي؟ الدبله اللي في ايدي دي؟ ها؟ انا اسف ان انا قلت لك انها المفروض تبقى بتاعتي. العياده دي بتاعتي فعلا. اوه، ما خدتش بالي ان انت كده. الامراض دي معديه يا كامل؟ بقول لك ايه؟ سيبك من كلام العيال ده بقى وتعالي نتكلم بهدوء. انا مفيش بيني وبينك اي مواضيع ممكن نتكلم فيها، والحقيقه انا متضايقه ان انا شايفاك اصلا دلوقتي. والحل بسيط ومنطقي، انك تاخدي بعضك وتمشي. انت مجنون فعلا ولا بتتكلم جد؟ لمي لسانك بقولك. دكتور صلاح يا بكر، مين اللي مزعلك يا دكتوره؟ قوليلي في ايه الكلام اللي هو بيقوله ده؟
انا برضه ما صدقتهوش قوي يعني، خصوصا ان الواحد صعب يطلع فيكي اي عيب، لكن في الحقيقه هو لما بتكلم عن ايه؟ الكراتين. انتوا شركاء في العياده؟ كلها بقى يا سيدي وخلصنا من الموضوع ده. اتفضل رد. ممكن تعيد سؤال تاني؟ انت وهو شركاء في العياده دي؟ انا وهو حاجات كتير. انا وهو دكاتره، انا وهو موجودين هنا فعلا وشركاء لحد ما. يعني ضحكتوا عليا؟ لا 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 مفيش كلام من ده، فاهمه يا دكتور عشان تستوعبيني. الحكايه ما فيها ان الدكتور كامل كان هيشارك الدكتور صلاح وبعدين خلع، قمنا جبناك رجع تاني، نعمل ايه؟ هي دي الحقيقه فعلا، وكمان حاولنا نقنعه ان احنا ناخد عياده احنا الثلاثه، لكن قال ان انت مش هتوافقي عشان عمرك ما هتنسي اللي هو عمله فيكي في حلوه قوي الالوان اللي انت عاملاها في العياده دي يا دكتور. الصراحه الوان فانتستيك بقى كده يا كامل. عايز تشوه سمعتي؟ انا بجد ما كنتش متخيله ان الدناوة توصل للدرجه دي. بتوصل. بقول لك ايه، الزمي حدودك لو سمحت. لا انت اللي تلزم حدودك وتبطل تقول كلام فارغ عن الناس. بس انا اعصابي انهارت خلاص. انا كل اللي كنت عايزه ان انا افتح عياده، بس عشان مكتوب عليا العذاب لازم الاقي العظم في الكفته. في الكرشه يا صلاح. ماشي يا عم افلاطون، انا ما يهمنيش مين اللي هيشاركني في العياده ولا كام واحد. انا الحاجه الوحيده اللي لازم اعملها مهما كان الثمن اني افتح العياده عشان اتجوز بقى. وانا ما عنديش مشكله، احنا اتفقنا ان احنا نتشارك. وانا بقى دافعه دم قلبي في توضيب العياده دي، ومش ماشيه من هنا لو انطبقت السما على الارض. خلاص يا جماعه شاركوا مع بعض، العياده فيها اربع اوض، ادي واحد اتنين تلاته والرابعه جوه. التلاته ليكوا والرابعه هاجرها من الصبح. لا الظروف حصلت كده والدكتوره هدى جت غلط، قصدي يعني مش عايزين نكرر الغلطه دي تاني، قصدي يعني كفايه كده. خليكوا جدعان بقى وحطوا ايدكم في ايد بعض وناخد الحياه مع بعض كلنا. ماشي، وهنشوف بقى مين فينا اللي هيمشي، انا ولا انت. ايوه كده، هي دي الروح الحلوه اللي لازم نبتدي بيها. يلا سلموا على بعض بقى. ما حد يسلم عليك. روح حلوه ايه وطيبه ايه؟ أنا لو منك أسيب لهم العيادة دي وأشوف العقد عمل بره. تسافر السودان؟ السودان؟ أيوه ده الشغل هناك نار أكتر من الجو بتاعها. دكتور صلاح عايزك. إيه موضوع السودان بقى؟ لا يا راجل المصرية أجدع. دكتور عايزاني، شكل خطيبها فلسع. لا حول ولا قوة إلا بالله. طلباتك يا دكتوره؟ الكراتين اللي كنت موعداك بيها فضيت، تشيلها. عقد السودان يا بكر؟ لا والله السودان شطبت، تطلع بوركينا فاسو؟